ما صورتش هناك اثناء الجنازه؟ صورت الجنازه. اتفضل يا باشا، اتفضل اشرف بيه. نعم لا ماشي عشان انزلها حضرتك يا ريس من المامور من الناحيه دي عشان انزلها خلاص ست الاخر يعني. اتفضل حضرتك بقى كلمه تعزيه للشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا جينا عشان نشارك اهل الرحمنيه في مصاب الشرطه، مصاب مصر جماعه، مصاب الجلل، وبنأدي واجب التعزيه لانفسنا قبل ما نأدي لاهل المتوفي، لان احنا اهل الشهيد ان شاء الله. وبمشيئه الرحمن هذا الامر لن يسنينا اطلاقا عن بذل كل نفيس وغالي في سبيل رفعه مصر ورفع شان مصر ان شاء الله. ربنا يوفقك. شكرا. اتفضل كلمه من حضرتك. احنا نعزي اهل الرحمنيه اولا وشهيد الشرطه ثانيا ابننا ابن الشرطه، بنعزيه ونحتسبه عند الله شهيد ان شاء الله. وهذا الفعل لا يزيدنا إلا إصرارا على مكافحة الإرهاب ومقاومته حتى اقتلاع جذوره، وإن شاء الله هذه لن تكون آخر مرة وستتكرر، ولكننا نحن لهم بالمرصاد إن شاء الله. وإحنا وراكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم أسرة مركز شرطة نور عمرو ومديرية أمن التقنية، بنتقدم بخالص التعازي لأسرة المتوفي. والمتوفي رحمه الله هو ابن من أبناء وزارة الداخلية، ونحن باعتبارنا مكلفين بمكافحة الإرهاب ومكافحة الظواهر الإجرامية مستمرين في عملنا، وما حدث وما سيحدث لن يسنينا ولن يمنعنا من مواصلة مكافحتنا لتلك العناصر الضالة التي تهدم المجتمع والتي تعيش فيه الفساد والحرام، ومستمرين بإذن الله في ضبط الإرهابيين والعمل على مكافحة الجريمة بإذن الله. ربنا يوفقكم. شكرا يا فندم وحضرتك.